تحية راسكوم كونستراكشن وما زال نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق مستويات ال 250 لمستويات ال 255، المنطقة اللي احنا أشرنا عليها في آخر التحديث، وما زالت نظرتنا إيجابية لسه طالما فضل محافظ على هذه المنطقة. واضح جدا إن احنا بنتداول داخل مثلث نزل بهذا الشكل. خلينا نرسمه مع بعض، وده مثلث واضح إن المثلث منتظم. عملت الضلع A ونزلت وصعدت بالضلع B، ونزلت بالضلع C وطلعت بالضلع D، ونزلت بالضلع E، والمفروض إن أنا عندي مثلث مكتمل. المفروض إن أنا أشوف أي ردة فعل إيجابية. طبعا ردة الفعل الإيجابية تتأكد مع اختراق القمة اللي عند مستويات 275 وإلغاء الموجة دي والاستقرار فوق منها، لكن اللي يهمني بمنتهى البساطة هو الاستقرار في منطقة العرض زي ما قلنا في آخر تحديث ما قبل البحث عن قمة جديدة بالنسبة لنا على السهم. ما زالت نظرتي إيجابية للسهم، ولكن يهمني قوي إن السهم ما يكسرش مستويات 248 جنيه وأشوف زخم شرائي قوي غدا من المناطق دي. لو احنا لاحظنا هنلاقي في بوادر ردة فعل إيجابية، ولكن أنا عايز ردة فعل إيجابية وقوية تأكد لي التغير في الاتجاه ومزيد من الأهداف الصعودية. زي ما قلنا المناطق المفتاحيه عندنا عند مستويات ال 270 لحد مستويات ال 275، واهم منطقه بالنسبه لنا هو اختراق الترند الفرعي الهابط ده وكسر المستويات واختراق مستويات ال 290 لحد مستويات ال 295، والاستقرار منها ده اللي هيعزز الايجابيه السهم ويعزز ان احنا نستمر في الاتجاه الصح. ما اعتقدش ان السهم هينزل يعمل قاع جديد تحت مستويات ال 225، وما زلنا بنتداول على ترند صاعد حتى لو حصل لي كسر وهمي، ولكن حتى الان النظره بتاعتنا ما زالت ايجابيه للسهم، واعتقد ان منطقه الطلب ليك منطقه قويه جدا، المنطقه اللي مستويات 248 ل 255، اللي حتى لو فشلنا اعتقد مش هنكسر مستويات 248، ولكن بلاش نسبق الاحداث، عايزين نشوف رده فعل ايجابيه شمع سيوله قويه تظهر في المناطق اللي احنا عندها، خصوصا مع دعم الترند الفرع الصغير ده، وبعد كده نشوف زي ما قلنا مستويات 270 ل 275 مناطق مفتاحيه، اختراق الترند الفرع الهابط ده ايجابي، اختراق مستويات ال 290 ل 295 هتظل منطقة إيجابية جدا، وكمان الثقة ومنها يعزز إن احنا هنشوف قمة جديدة على السهم وبالتوفيق.